الفرق لحد الان. طبعا في قلنا في مباراه مؤجله بين الجاهره وكاظمه، هي ايضا راح تحدد من الفريق اللي راح يطلع الثالث والرابع والخامس. السادس كان معروف فريق العربي، لكن في منافسة على المركز الثالث بين الساحل والجهرة وكاظمة. الكرة مع عبدالله المطيري إلى الحميدي، المطيري 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 المطيري، ياخذها تشوف ماريا، ياخذها اللي هو الليتواني توماس. توماس قايل لك ما في ريباوند، مشكلة نادي الكويت تحت سلتهم. فاول على 13، شوف فاول على 13، فاول على سالم الهذال. حكم صفر يقول في فاول على اللي هو خمسة، فاول سالم الهذال، الفاول الخامس، الفاول الخامس. واحنا عارفين في كرة السلة اللي يسوي خمسة فاول ما راح يكمل المباراة، راح يطلع برا، راح يطلع برا. طلع سالم الهذال ونزل مكانه عبد الرحمن فؤاد الجمعة، عبد الرحمن فؤاد الجمعة مكان سالم الهذال، ورميتين لتوماس. توماس مسجل 6 نقاط، 4 نقاط في عن طريق الرميات الحرة سجلهم في الربع الأول، وسجل أيضا نقطتين في الربع الثالث، وتوماس في الربع الرابع يسجل. توماس يسجل 5 رميات مسجلهم توماس، مو مضيع ولا رمية. هذا توماس يضيع الرمية السادسة أو يسجلها، يسجلها أو يضيعها. هذا توماس الليتواني يسجل، يسجل الرمية السادسة. توماس يسجل الرمية السادسة 100% بالرميات الحرة. توماس الليتواني، الكرة مع راشد رياض إلى راشد علي، الرباح مع الكرة يمررها إلى إسماعيل أحمد، اسماعيل يحاول يمر يمررها الى راشد رياض، راشد رياض وتضيع من راشد رياض، ياخذها السبيعي، السبيعي مع الكره، فهد السبيعي دفاع ضاغط، الكره مره ثانيه الى توماس، توماس الى المطيري، المطيري الى السبيعي، الى الصراف، الصراف مع الكره، عبد الله الصراف الى الحميدي، عبد العزيز الحميدي، كره مقطوعه، الكره مره ثانيه ياخذها الحميدي الى توماس، توماس تحت السله، فاول 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 على الكويت، فاول على الكويت. شوف هذا توماس، فاول على 15 عبد الرحمن فؤاد الجمعه، فاول على عبد الرحمن فؤاد الجمعه. شوف الكره هني اللي اخذها توماس حوالي مور، مار تحت السله، مار، فاول على عبد الرحمن. والكويت ايضا محتاج، لانه يقول لي فاول على الغاتسية، وايضا يقول في رننج على توماس انه مشى بالكره، لكن الحكم اقرب، والحكم هو القرار النهائي عند حكم المباراه. وتوماس والرميه الاولى، توماس يسجل، توماس يسجل الرميه الاولى. توماس 7 رميات حره مسجلهم توماس، مو مضيع ولا رميه، كني بعطيه عين، كني بعطيه عين وبيضيع الرميه الثامنه. توماس يسجل، يسجل الرميه الثامنه. حلوه يا توماس، حلوه، 8 رميات حره مسجلهم توماس عن طريق الرميات الحره، مسجل لحد الان 10 نقاط. توماس الليتواني، الكره مع راشد رياض يمررها الى الخباز، الخباز مع الكره يحاول يمر، الخباز كره مقطوعه، الصراف 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 الصراف، الله عبد الله الصراف يحط نقطتين. شوف عبد الله الصراف 73 63، هذا الصراف، فرق 10 نقاط، فرق 10، الغدسية فرق 10 نقاط، 2:55 على نهاية المباراة. مباراة حلوة وقوية بين القادسية والكويت في بطولة الدوري الممتاز في القسم الثاني، في آخر مباراة في القسم الثاني، الفريقين متعادلين بالنقاط، الفريق اللي راح يفوز راح يتصدر الدوري الممتاز في القسم الثاني، ويبقى القسم الثالث، من اللي راح ياخذ بطولة الدوري الممتاز؟ الفريقين يتنافسون على البطولة، القادسية والكويت، القادسية والكويت، جوردان كودافيد كوف المقدوني، وايضا الالماني بيتر ماريا مدرب نادي الكويت، وتوجيهاتهم للاعبين. كرات سهله قاعد تضيع من الكويت، الغاتسيه قادر يستغل الفرص للكرات الضايعه من لاعبين نادي الكويت، وقادر الغاتسيه انه يسجل. قايل لك في كل بدايه اول ربع الكويت يتقدم، لكن بعدين الغاتسيه هو اللي يلعب افضل وهو اللي يتقدم، لكن باقي 2:55 كرة السلة، لعبة الثواني، ما في فرق 10 و15، ممكن
ممكن الكويت تشوف خسران فرق 10، ممكن يطلع يفوز اليوم الكويت، وممكن القادسية يوصل الفرق 20. شو اللي راح يصير في اخر دقيقتين و55 ثانية؟ الكرة مع بوني واتسون، بوني الى راشد علي، راشد رياض، راشد رياض الى الجمعة، جمعة مرة ثانية الى بوني واتسون، بوني واتسون، بوني مع الكرة، بوني واتسون يمرر الكرة الى عبد الرحمن، الجمعة، الجمعة، فاول، فاول لمصلحة الكويت، فاول على الغاتسية، فاول على عبد العزيز الحميدي، الفاول الخامس على الحميدي، الفاول الخامس، خمسة فاول على عبد العزيز الحميدي. طلع الحميدي من القادسية مثل ما طلع سالم الهذال من الكويت، خمسة فاول، رميتين للكويت، عبد الرحمن فؤاد الجمعة مسجل ثلاث نقاط، مضيع رميات حرة ثنتين، مسجل واحدة، وأيضا يسجل، يسجل عبد الرحمن فؤاد الجمعة، يسجل الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية عبد الرحمن فؤاد الجمعة، الكويت راح يلعب دفاع ضاغط بريس، عبد الرحمن الجمعة، الرمية الثانية تضيع من عبد الرحمن فؤاد الجمعة، ياخذها لاعب نادي القادسية عبد الله الصراف، الصراف إلى توماس، توماس مع الكرة إلى عبد الله الصراف، الصراف، عبد الله الصراف يمررها إلى السبيعي، السبيعي إلى توماس، توماس مع الكرة، توماس يحاول يمرر الكرة إلى السبيعي، السبيعي إلى توماس تحت السلة، توماس يحط نقطتين، هذا توماس، توماس اللتواني يحط نقطتين للقادسية، 75-64 القادسية متقدم، الكرة مع بوني واتسون يحاول يمر، بوني واتسون مع الكرة، فاول على المطيري، فاول على عبد الله المطيري، جزاء طبعا ما في أربعة فاول، الكرة لمصلحة نادي الكويت، شوف كرة توماس هني، كرة الجمعة مررها إلى توماس حاول يمر وأخذها، شوف الكرة، الكرة تحت حاول أن يأخذها عبد الله المطيري وتوماس، والكرة مع فيصل السالم إلى توماس، الكويت لازم يلعب بسرعة، الكويت لأنه متأخر عن القادسية، والكرة تحت السلة، الفضلي فاول، فاول ورميتين، فاول ورميتين لمصلحة نادي الكويت عن طريق الفضلي، عبد العزيز الفضلي مسجل أربع نقاط، الرميات الحرة شايل ثنتين، مضيع الثنتين الفضلي، يسجل ولا ما يسجل؟ عبد العزيز الفضلي الرمية الأولى، الفضلي أيضا تضيع منه الرمية الأولى، تضيع الكرة من الفضلي الرمية الأولى، راح يرمي الرمية الثانية، ثلاث رميات حرة نضيعهم الفضلي، وهذه الرمية الرابعة يضيعها أيضا الفضلي، الكرة مع الصراف، عبد الله الصراف، 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 الله! عبد الله الصراف ايضا يحط له نقطتين، 22 نقطة مسجل الصراف، والكرة مع بوني، فاول على الصراف، فاول على عبد الله الصراف، ورميتين، رميتين، الفاول الخامس، هذا الصراف، الفاول الخامس على عبد الله الصراف، 22 نقطة مسجل عبد الله الصراف، 22 نقطة، عبد الله الصراف، تغيير راح يطلع فاول، هذا عبد الله الصراف، خمسة فاول، 22 نقطة سجلهم عبد الله الصراف، ونزل مكانه ناصر الضفيري، الضفيري رميتين، بوني واتسون، بوني واتسون رميتين، دقيقة و33 ثانية على نهاية المباراة، بوني واتسون تسع نقاط مسجل بوني واتسون، يسجل الرمية الأولى، يسجل الرمية الأولى بوني واتسون، وجمهور القادسية هو اللي متقدم، والرمية الثانية بوني واتسون تضيع من بوني، ياخذها مرة ثانية بوني واتسون، يحاول يمرر الكرة، كرة مقطوعة لسبيعي، فهد لسبيعي فاول على عبد الرحمن الجمعة، فاول ورميتين، الحكم الإيراني رضا إشارته يقول بفاول على 15 عبد الرحمن الجمعة ورميتين، 77-65 القادسية متقدم، فرق 12 نقطة، وهذا الإسبيعي فاول ورميتين للقادسية، جمهور القادسية رميتين، الفاول الخامس، فاول الخامس عبد الرحمن فؤاد الجمعة، خمسة فاول، راح يكون في تغيير، راح ينزل مكانه الخباز حسين عبد الرحمن الخباز، رميتين للإسبيعي، الإسبيعي مسجل 11 نقطة، أول رمية حرة راح يرميها الإسبيعي، الإسبيعي
الرمية الأولى لسباعي فهاد لسباعي الرمية الأولى يسجل لسباعي يسجل فهاد لسباعي القادسية هو الأفضل في الرميات الحرة والقادسية هو الأفضل في الثلاثية والسباعي القادسية يسجل أيضا الرمية الثانية والقادسية هو اللي متقدم في المباراة دقيقة وعشرين ثانية على نهاية المباراة بوني واتسون ما يسجلها ياخذها مرة ثانية تطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت أوت للكويت الكرة لمصلحة نادي الكويت 79-65 14 نقطة القادسية متقدم والكرة مع حسين الخباز الخباز مع الكرة يمرر الكرة إلى راشد رياض راشد رياض إلى بوني واتسون بوني واتسون إلى راشد رياض راشد رياض يحاول يسجل ويضيع ياخذها الفضلي كرة مشتركة بين السبيعي ياخذها المطيري 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 إلى ناصر الظفيري الظفيري إلى توماس توماس يهدي إلى العجمي العجمي إلى السبيعي السبيعي فهد السبيعي 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 يمررها إلى الظفيري تطلع الكرة أو 49 ثانية على نهاية المباراة 79 الغدسية 65 الكويت بوني واتسون بوني واتسون يحاول يمر بوني واتسون يمر على السلة بوني واتسون تمريرة حلوة تحت السلة تضيع من الفضلي الفضلي وتطلع الكرة أوت لمصلحة نادي الكويت تحت سلة الغدسية 38 ثانية كرات سهلة قاعد تضيع من الكويت كرات سهلة قاعد تضيع من الكويت والغدسية هو اللي متقدم الغدسية هو الأفضل في الرميات الحرة الغدسية هو الأفضل بالريباوند الغدسية هو الأفضل بالرميات الثلاثية الغدسية هو اللي متقدم فرق 14 نقطة وباقي 32 ثانية على نهاية المباراة ياخذها راشد رياض راشد رياض المايسترو يحط نقطتين المايسترو راشد رياض يحط نقطتين للكويت حلوة يا الرباح هذا راشد رياض يطلع له كرة حلوة يسجل نقطتين للكويت 79-67 في وقت مستقطع يطلبها مدرب نادي القادسية المقدوني جوردان كودبتكوف وأيضا هذا بيتر ماريا مدرب نادي الكويت الألماني مدربين أيضا لاعبين نادي الكويت مع المدرب بيتر ماريا وتوجيهاته للاعبين في آخر طبعا 27 ثانية القادسية هو اللي يتصدر القسم الثاني الغدسية تصدر القسم الثاني طبعا في آخر 27 ثانية والفرق 12 نقطة احنا نقول فعلا لعبة الثواني ممكن الكويت تسوي شيء لكن في هذا الفرق فرق 12 نقطة و 27 ثانية ونادي الغدسية والكويت ممكن طبعا خلاص احنا نقول ممكن كل شيء يصير لكن الفرق 12 نقطة ايضا 27 ثانية والكرة ايضا لمصلحة نادي الغدسية الغدسية راح يلعب ال 24 ثانية او ممكن المدرب يقول لهم حطوا الفرق اكثر خلي يكون في فرق اكثر الكرة مع المطيري عبد الله المطيري مع الكرة ياخذها بوني بوني واتسون الفضلي الى بوني واتسون وهجمة سريعة الى الرباح ويحط له نقطتين حلوة راشد رياض المايسترو يحط له ايضا نقطتين دفاع ضاغط من الكويت بوني واتسون ياخذ الكرة يمررها مرة ثانية تحت السلة يمر راشد رياض يا سلام يحط له ايضا نقطتين شوف يحط له نقطتين ايضا شوف ست نقاط الكويت يسجل خلال 20 ثانية ست نقاط قايل لك لعبة الثواني لكن الفرق كان كبير على الكويت الفرق كان 14 نقطة نزل الفرق إلى 8 نقاط 8 نقاط 79-71 شوف وهذا المدرب معصب جوردان كودبتكوف على لاعبينه يقول لهم العب عدل لا تقول ان انا فايز فرق 14 نقطة هذه السلة هذه كرة السلة 8 ثواني على نهاية المباراة 79 الغدسية 71 الكويت فرق 8 نقاط وهذا المدرب الألماني بيتر ماريا كرة لمصلحة الغدسية الكويت راح يعمل فاول ممكن علشان الغدسية ما يضيع الثمان ثواني الكويت أيضا يقول لك بدل اللي أطلع في فرق أكثر من 10 نقاط أيضا لازم أقلل الفرق اللي علي وهذا الحكم يأشر اللاعبين الغدسية والكويت يقول أي واحد يعمل فاول راح أحسب ترى الفاول متعمد
والكرة مع الاسباعي، الاسباعي مع الكرة، فهد الاسباعي، الاسباعي، الاسباعي يمررها إلى المطيري، 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 ويصفر، يصفر الحكم معلن عن نهاية المباراة بفوز نادي القادسية على الكويت. القادسية 79، الكويت 71. مبروك، نقول مبروك للقادسية وهارتك لنادي الكويت. 79 القادسية، 71 الكويت، مبروك للقادسية. والقادسية تصدر القسم الثاني، القادسية تصدر القسم الثاني ب 19 نقطة، والكويت في المركز الثاني 18 نقطة. لحد الآن القادسية قلنا متصدر الدوري 19 نقطة، والكويت الثاني. انتهى طبعا القسم الثاني، راح يبدأ القسم الثالث يوم الجمعة على صالة نادي الكويت. القسم الثالث هو القسم الفاصل، ومن اللي راح ياخذ البطولة؟ بالنهاية نقول مبروك للقادسية وهارد لك الكويت. أعزائي المشاهدين.